يا حال جميع المشاركين من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين مع انطلاقة هذا المهرجان الختامي السنوي. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من يسيطر في المقدمة سلهود. تعود الملكية لسلهود لحمدان بن حمد بالطير العامري من يقدم لنا سلهود وهو يعلن حضوره مع المقدمة والصدارة والانطلاق الأول والمسار الأول. يا سلام. تعود الملكية لسلهود لسعيد بن عبد الله بالطير العامري. يا سلام. هنا في ينطلق في هذا المسار والانطلاق. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني وراء الوصول من شاهين عامر بن عوض بن عدان الصعري من يقدم لنا شاهين. انتقل مباشرة إلى شاهين آخر من يحتل المركز الثالث لناصر بن بخيت بن علي العامري من يقدم شاهين ويحتل المركز الثالث. نقلة مباشرة مع رابع المراكز الشامي علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني من يقدم هنا الشامي ويحتل الشامي المركز الرابع. انتقل مباشرة بدوري مع المركز الخامس وراء الوصول والانطلاق من شاهين لسيف بن غالب بن سلطان المنصوري من يقدم لنا شاهين ويحتل المركز الخامس. المركز السادس وصل مصيحان راشد بن مبارك بن سعيد النيادي مع المركز السادس. انتقل مباشرة الى سابع المراكز. يا سلام. الواصل هنا والقادم في هذا المسار رعد. تعود الملكية رعد للشيخ نهيان بن محمد بن ركاب العامري من يقدم لنا رعد. وصل هنا واحتل المركز السابع. المركز الثامن هملول سلطان بن مطر بن محمد بن محيان الاقتبي. اما اللي في المركز التاسع مبشر محمد بن فهد بن سعيد المري. سلام بن خديعه من يقدم لنا مبشر عاشري المراكز. والوصول من هنا منبه محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. ها هو النداء للمراكز المتقدمه ولشوطنا الاول للقعدان الثنايا المحليات الاصايل. نعود مع البدايه نعود مع المقدمه ومع الصداره والمركز الاول. شاهين هو من غير النتيجه واحتل المركز الاول. اتى بمقدمه الشوط اعلن حضوره بكل قوه عامر بن عوض بن عدان الصعري من يقدم لنا هنا وينطلق. مشاهدينا الكرام شاهين مع البدايه. المركز الثاني سلهود. تعود الملكيه لحمدان بن حمد بالطير العامري من يقدم سلهود ويحتل المركز الثاني. المركز الثالث الواصل مشاهدينا الكرام والمنطلق شاهين ناصر بن بخيت بن علي العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع الشامي الشامي مع المركز الرابع. تعود ملكية لعلي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني ينطلق في رابع المراكز. المركز الخامس نشوف المركز الخامس يا بن مية. نرى القدوم ونرى الوصول. الكل قادم الكل منطلق هنا في هذا الشوط الاول. الكل يبي ناموس الشوط الاول. طعمه غير في عاصمة الميادين ميدان الوثبة. وصل شاهين مع المركز الخامس لسالم بن الدهيمي بن حمد العامري. يا سلام من يقدم شاهين. المركز السادس ينطلق رعد للشيخ نهيان بن محمد بن ركاض العامري. اما في سابع المراكز يتقدم هملول سلطان بن مطر بن محمد بن محيان الاكتبي. المركز الثامن ينطلق مصيحان راشد بن مبارك بن سعيد النيادي الواصل هنا مع المركز التاسع. يا سلام. الكل هنا ينطلق الكل يتقدم. ياتي منبه وصل منبه لمحمد بن خلفان بن راشد المزروعي. والقادم مبدأ لمحمد بن علي الشدي المنصوري. ها هو النداء للمرة الثانية. نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول شاهين. ما زال يعلن وجوده سلالة شاهين تثبت الوجود في كل محافل. هنا ينطلق مع مقدمة الشوط السيارة بالانتظار. الناموس والفوز والانتصار. يا ترى لمن الشوط الأول هنا؟ شاهين مع البداية شاهين مع مقدمة الشوط. عامر بن عوض بن عدان الصيعري مع بداية المقدمة مع المركز الأول سلهود. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لحمدان بن حمد بالطير العامري. يا سلام من يقدم سلهود ويحتل المركز الثاني. المركز الثالث شاهين. تعود الملكية لناصر
ياسر بن بخيت العامري قادم هنا ينطلق يغير مع المركز الثالث المركز الرابع الشامي علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني من يقدم لنا الشامي القادم أحلى الوصول هنا والانطلاق بهذا المسار وصل شاهين غير مع المركز الخامس تعود الملكية لشاهين لسالم بن الديمي بن حمد العامري يا سلام هنا الخمسة من بدين يشكل الانفراد والانعزال في مقدمة الشوط ونعود مع البداية نعود مع المقدمة والصدارة يا سلام المقدمة شاهين شاهين هو مسيطر مع البداية مسيطر مع المقدمة الكيلو ونصف الكيلو عن السيارة عن الفوز عن الناموس عن الزعفران يا ترى لمن شوط هذا الأول يا سلام شاهين عامر بن عوض بن عدان الصعري في مقدمة الشوط مسيطر على الأوضاع بكملها مع القيادة ومع الصدارة منفرد في المقدمة سلهود مع المركز الثاني تعود الملكية لسلهود لحمدان بن حمد بالطير العامري يا سلام وصلوا القادمون وصل شاهين ناصر بن بخيت بن علي العامري يا سلام من يقدم لنا شاهين والمنطلق هنا والماتي شاهين سالم بن الدهيمي بن حمد العامري يتقدم يغير مع المركز الثالث نعود مع الإبداع نعود مع المقدمة شاهين في مقدمة الشوط ما سلم المهمة يبي الفوز يبي الناموس يبي الانتصار الصعري عامر بن عوض بن عدان الصعري يا سلام معلن الحضور مع القيادة دير البال وصل شاهين آخر يا سلام ناصر بن بخيت بن علي العامري يا سلام سلالة شاهين مع المركز الأول والثاني يا سلام وهنا أيضا شاهين يا سلام وصل شاهين الثالث هنا من قدمه سالم بن الدهيمي بن حمد العامري يا سلام الشواهين مع البداية مع المركز الأول والثاني والثالث ولكن القيادة هنا من يغير القيادة ناصر بن بخيت بن علي العامري غير شاهين احتل الصدارة آت مع المقدمة مع البداية المركز الثاني شاهين سالم بن الدهيمي بن حمد العامري الشوط الأول لمن السيارة لمن الفوز والانتصار في الانتظار يا سلام ما بين شاهين وشاهين ولكن هنا يتقدم ينطلق يتسلل سالم بن الدهيمي بن حمد العامري غير إلى مقدمة الشوط أعلن حضور شاهين مع البداية بدأ يقدم الإبداع بدأ يقدم الفوز وينطلق إلى خط النهاية بحفظ من الله ورعايته والسلامات إلى أهالي زاخر أهالي العين أسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار والإبداع تهانينا والناموس لسالم بن الدهيمي بن حمد العامري على فوزه وانتصاره من قدم لنا شاهين أسعد الله صباحكم يا أهالي العين على هذا الفوز والانتصار وبالخص زاخر المركز الثاني وصل شاهين لناصر بن بخيت بن علي العامري المركز الثالث سلهود لحمدان بن حمد بالطير العامري المركز الرابع المركز الرابع مبدأ محمد بن علي بالشد المنصور المركز الخامس كان من نصيب منبه محمد بخلفان بن راشد المزروعي هكذا الفوز والانتصار والإبداع وتهانينا والناموس لمالك شاهين سالم بن الدهيمي بن حمد العامري نذهب مباشرة إلى المخرج العزيز أسامة الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمنية لكل شوط وبالإعادة أثناء الوصول إلى خط النهاية وصول شاهين لسالم بن الدهيمي بن حمد العامري مهدي هذا الفوز والانتصار وقاطع المسافة 6 كيلومتر في زمن وقدر مشاهدين الكرام هو شاهين 9 دقائق 32 ثانية وثمانين من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك شاهين سالم بن الدهيمي بن حمد العامري أما المركز الثاني شاهين قدم عرض شكل عليه ناصر بن بخيت بن علي العامري قطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام وننتظر أثناء وصوله 9 دقائق لا شك 36 ثانية 6 من الأجزاء تهانينا والناموس أما من وصل في ثالث المراكز سلهود لحمدان بن حمد بالطير العامري وقطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام اللي هو سلهود الثانية 9 دقائق 38 ثانية 4 من الأجزاء تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع الأشواط. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها المشاهدون